والسيد المحامي أوصلته حتى الباب. ودعته؟ بكل تهذيب. شاطر. هل من خدمة أخرى؟ لا. يبدو أنها كانت سهرة جميلة رائعة. أي؟ فرقة موسيقية جاءت من نيويورك لإحياء 3 حفلات فقط، واليوم كانت الحفلة الأولى. وهل السيد المحامي مثلك مغرم بالموسيقى؟ يملك ثقافة ممتازة. وهذا اللحن من الحفلة؟ إنه لحن زوجي المفضل، وأنت تسمعه دائما، ألا تملك الأسطوانة؟ أعرف أعرف، ظننت أن الأوركسترا عزفته الليلة. جاهل، فهو ليس لحنا سيمفونيا. آسف، ماذا عزفت الأوركسترا؟ السيمفونية 5 لمندلسون. عفوا، مندلسون لم يؤلف سيمفونية 5. لم أقل إنك جاهلة، ولكن المحامي هو الذي قال ذلك. المحامي يا سيدتي غير جدير بأن يستمع إلى السيمفوني. جدير بأن يستمع إلى ماذا؟ إلى قانون العقوبات مثلا. لكنه مثقف. ثقافة الذي يقول اشتريت لوحة لبيكاسو وجلست أقرأها. على كل حال الأوركسترا كانت رائعة، وبما أنك تحب الموسيقى سأرسلك غدا لتسمعها. ألن تحتاج إلي غدا؟ لا، فأنا مدعوة لحضور مسرحية مع السيد المحامي. طبعا سنرى مسرحية أنتيغون. هل قال لك من هو مؤلف المسرحية؟ لا، لماذا؟ خفت أن يقول محمد سلمان. تصبحين على خير.